الصحية وبقية الخدمات الطبية الأخرى المرتبطة ببعض الجهات. مع الفريق لاحظنا بعد الحادثة بدقائق عودة الطائفين إلى أداء شعيرة الطواف، كيف تعاملتم في رفع الجزء الذي سقط في المطام من الرافعة لتعود الحركة بهذه السرعة؟ أخي العزيز، هنا الحقيقة منظومة متكاملة من العمل من كافة الجهات تضافرت مع بعض حتى الحمد لله تم إزالة المواقع المتضررة ورجع الوضع كما كان عليه.